نبدأ أولى أخبارنا مع جهود مكثفة تبذلها مصر لوقف التصعيد في المنطقة. وفي هذا السياق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، حيث تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية الراهنة وتطوراتها، حيث ثمن الرئيس المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهو ما ينعكس في التنسيق المستمر بين قيادتي الدولتين والرؤية المشتركة التي تجمعهما من أجل تحقيق السلام في المنطقة. من جانبه نقل الوزير الإسباني للرئيس تحيات وتقدير رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وأشار أيضا إلى تأييد ودعم إسبانيا الكامل للجهود المصرية الدؤوبة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدا محورية الدور التي تقوم به مصر إقليميا لوقف توسع دائرة الصراع ودفع جهود إرساء السلام وتحقيق الاستقرار. شهد اللقاء في هذا الصدد التوافق على أهمية زيادة الجهود الدولية خلال المرحلة الحالية لوقف التصعيد المستمر والتوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان على النحو الذي يمنع استمرار التدهور في الأوضاع الإنسانية ويفتح الطريق نحو مسار تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. في سياق متصل استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الإيرانية عباس عراجي، حيث استعرض اللقاء التطورات الجارية بالمنطقة، حيث أكد الرئيس الموقف المصري الداعم والداعي لعدم توسع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون انزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة. أيضا أكد الرئيس في هذا السياق ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين. من جانبه أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، مشيدا بالدور المصري في ذلك الصدد على جميع المسارات. للحديث بتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. صباح الخير على حضرتك دكتور أحمد، وأهلا بيك معنا في هذا الصباح. الحقيقة إذا ما تحدثنا عن الجهود المصرية فيما يخص يعني الصراع في غزة، قضية القضايا، نجد أن دور مصري ضخم وكبير. دعنا نتحدث عن استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الخارجية الإيراني والتأكيد على يعني مساعي مصر لدعم عدم توسع دائرة الصراع خشية الانزلاق في حرب إقليمية شاملة. دكتور تحياتي لك سمر وتحياتي لك لاميا. صباح الخير يا دكتور. القضية الفلسطينية لا تغيب لحظة واحدة عن تحركات مصر والرئيس السيسي، تقريبا في كل يوم وفي كل ساعة دائما ما تكون القضية الفلسطينية محور الاتصالات ومحور التحرك في إطار مساعي مصر المستمرة على كل المسارات، سواء المسار الأمني في وقف الحرب في غزة، وقف العدوان على لبنان، ومنع التصعيد الإقليمي، أو فيما يتعلق بالعمل على تخفيف المعاناة الإنسانية، أو المسار السياسي المتعلق بإطلاق مسار المفاوضات. وبالتالي هذه الزيارات وزير الخارجية الإيراني بتعكس حقيقة محورية الدور المصري، وأن لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط إلا عبر البوابة المصرية. بتعكس حقيقة هذه الزيارات لمئات المسؤولين التي رأيناها على مدار عام للقاهرة، بتعكس أن الكل حريص على الاستماع إلى مصر والتنسيق مع الجانب المصري، لأن مصر هي تمثل بوابة الاستقرار، تمثل تيار الاعتدال والحكمة، ومصر حذرت منذ البداية من مخاطر التصعيد الإقليمي في المنطقة، لأن هذا سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على كل شعوب المنطقة وعلى مقدراتها. وبالتالي هذا بيعكس حقيقة أن مصر تظل دائما هي السند والداعم الأساسي للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. مصر تحرك مع كل الأطراف المؤثرة والفاعلة، سواء الجانب الأوروبي أو الجانب الإيراني أو غيرها من الأطراف التي لديها خبرة وتأثير في الأزمة، بما يقود هذه التفاعلات في نهاية المطاف إلى أن يكون هناك دور مصري، أن يكون هناك استقرار في المنطقة، وأن يتم الانتقال إلى مرحلة ليس فقط وقف إطلاق النار ووقف العنف، وإنما أيضا العمل على حل هذا الصراع من جذوره من خلال إطلاق مسار للمفاوضات.
باعتبار ان الدرس الذي نتعلمه جميعا من كل هذه المواجهات ان العنف ومنطق القوه لاسرائيل ومنطق العدوان لا يمكن ان يحقق اي اهداف لا لاسرائيل ولا لامن اسرائيل، وان السلام العادل والدائم فقط هو الذي سيحقق الامن لاسرائيل، سيحقق الامن والاستقرار للمنطقه، سيمنع التصعيد ويدفع المنطقه الى مرحله من النمو والازدهار. دكتور احمد، النوع ده من التعاون اللي هو بيقابل الاعمال البربريه والوحشيه اللي بتقوم بها دوله اسرائيل ومن يساندها من دول اخرى، في مقابلها جهود مصريه حثيثه ثابته من اول يوم، من اول ما الاحداث حصلت من سنه تقريبا وحتى الان، موقف مصر واضح وثابت وموجود طول الوقت بالتعاون مع بعض الدول الداعمه للقضيه الفلسطينيه. ماذا بعد هذا الدعم وهذا التعاون المستمر طول الوقت؟ كمان كنت عايز اسال حضرتك سؤال، دايما بيقيسوا الانتصار يا اما تكتيكي يا اما استراتيجي، مين حقق انتصار حتى الان سواء تكتيكي او استراتيجي؟ يعني فيما يتعلق بالشق الاول، طبعا الدعم المصري مستمر ومتواصل، لم يتوقف لحظه واحده. مصر شكلت ضمان امان للقضيه الفلسطينيه، مصر اجهضت مخططات التهجير القسري الفلسطيني وتصفيه القضيه، مصر حاجه الدعم الدولي وغيرت المواقف الدوليه باتجاه دعم الشعب الفلسطيني وباتجاه سقوط المشروع للفلسطينيين. انعكس هذا فيما يتعلق بتصويت الجمعيه العامه لصالح حصول فلسطين العضويه كامله، انعكس في قرار جمال عام بنهايه الاحتلال، انعكس في تغير المواقف الدوليه، والان المواقف حتى الاوروبيه التي كانت مؤيده لاسرائيل كلها الان تتقارب وتتماهى مع الرؤيه المصريه المتعلقه بضروره وقف هذا العنف، وقف هذه الدائره الجهنميه من العنف الاسرائيلي. فيما يتعلق بالانجازات، بالطبع اسرائيل انه ان كانت حققت بعض الاهداف فيما يتعلق بتدمير قطاع غزه بقتل النساء والاطفال، الا انها بالطبع خسرت استراتيجيا وخسرت دوليا، اصبحت دوله معزوله في المجتمع الدولي، خسرت خسائر كثيره اقتصاديه وعسكريه وبشريه، ولا اعتقد ان اغتيال قاده او اشخاص يمكن ان يؤثر على صمود الشعب الفلسطيني او استمرار، لان القضيه الاساسيه والجوهريه هي ان هناك احتلال بمواجهه حقوق مشروعه للشعب الفلسطيني، وبالتالي القضيه العادله الان التي تؤكد عليها مصر ان الاحتلال الى زوال لا يمكن ان يفرض منطق الامر الواقع او يقوم بتثبيت القضيه الفلسطينيه، وانها جد القوه والتدمير الشامل وقتل النساء وآلة الحرب الجهنميه لا يمكن ان تؤثر او تفرض امر واقع، لان الحقوق الفلسطينيه مشروعه صحيح حق استقامه دولتها على حدود 67 صحيح، وبالتالي الاحتلال في نهايه المطاف الى زوال مهما استخدم من قوه ومهما كان لديه دعم من دول غربيه وامريكيه انا سلاح ودعمه عسكريا واقتصاديا. انا هاخد من كلام حضرتك واقول فعلا مهما الاحتلال طال فهو الى زوال. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور احمد سيد احمد، خبير العلاقات الدوليه.